احنا في الليل ما نمنا، كل ليلة خبط 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 شين خالص. اليوم الصبح نتفاجأ في اوراق في المنطقة، فقالوا مكتوب في الاوراق بلوك 270 بلوك، بلوكات كثيرة ما بعرف لك بلوكنا، احنا الحي تبعنا 270 ننزح، واغلبهم كاتبين لنا في المنشور انزحوا على منطقة المواصي، يعني الوضع سيء خالص يا اخوان. طب وين الامان؟ الامان بقول لك الامان زي ما اجوا من غزة وقتلوهم في رفح، اجوا من خان يونس وقتلوهم في رفح عندنا هنا، يعني وين الامان؟ وين في امان؟ طب قول لي وين في امان؟ احنا بدنا نروح على الامان. طب قلنا كان كتب لنا على الجوال روحوا مثلا فلان الفلان وفي امان، بس فيش امان يا ابن الحلال، يعني خايفين نروح على السلطان يقصفونا برضه. طب وين بدنا نروح؟ يعني من غص من عنا بدهم يخلونا نغلط عليهم غلط البين. كل غراضي في داري، بس اخذت غيارين الي ولجوزي بس والاولاد بس، فيش شيء. وين اخذ؟ في انا فيش سيارات نركب انا بحالي، هيني ثلاث ساعات مش لاقي سياره اركب، العالم كلها هي بتشرط على السلطان. طب وين نروح؟ وين بدنا نروح؟ هاي العالم كلها هي بتشرط، فيش سياره تركب فيها. بدنا نرجع على الدور تاعتنا، خلينا نموت وخلص.